يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حبيبي في الله، أختي الكريمة، أيها المسلم، أيا كان موقعك، هيا الآن، هيا الآن قم إلى ربك جل وعلا، حدد الزمانة وحدد المكانة وحدد الكلامة، المهم أن تأتي إليه تائبة. اطرح قلبك بذل وانكسار وقل له بك أستجير، ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اسمع لهذا الكلام العجيب والغريب الذي يقوله شيخي ابن القيم، يقول: التوبة هي حقيقة دين الإسلام. نعم. التوبة حقيقة هي حقيقة دين الإسلام. نعم. فالدين كله داخل في مسمى التوبة، الإسلام والإيمان والإحسان، فهي أول الأمر وبداية الأمر وخاتمة الأمر، وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. بارك الله فيك وفي